write the equation of the line that's passing through the given point. انا عندي هنا increasing line، معنى كده ان لازم السلوب يكون positive. يبقى الـ A عندي هنا السلوب فيها نيجاتيف، معنى كده ان هي مرفوضة. الـ C برضو عندي السلوب نيجاتيف، يبقى معنى كده ان الـ C كمان مرفوضة. لو لاحظنا هلاقي عندي ان اللاين هنا بيعمل intersection مع الـ Y axis at the negative part، يبقى معنى كده ان الـ B لازم تكون عندي نيجاتيف. يبقى الانسر عندي هتكون B، لان الـ Y intercept عندي هنا negative 6، انما الـ Y intercept هنا positive 6. في اللاين اللي موجود قدامنا هنا ده decreasing line، معنى كده ان السلوب، لان انا بدأت من الشمال ولقيت اللاين بيعمل decreasing بينزل لتحت، يبقى معنى كده لازم السلوب يكون نيجاتيف. لان السلوب هنا بوان، معنى كده ان السلوب بوزيتيف، يبقى الايه مرفوضه. السلوب عندي هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، هنا السلوب عندي بوزيتيف، يبقى دي مرفوضه. الواي انترسبت عمل انترسكشن ات ذا بوزيتيف بارت، لانه عمل انترسكشن ات 5، معنى كده ان الواي انترسبت ايكوالز 5. الواي انترسبت هنا نيجاتيف 5، معنى كده ان البي مرفوضه. ال y intercept هنا equals 5، يبقى معنى كده ان ال answer C. ال line اللي موجود قدامنا هنا decreasing line، معنى كده ان ال slope لازم يكون negative number. وال line هنا عمل intersection at negative 5، يعني معنى كده ان ال y intercept اللي هو ال b equals negative 5. طيب نحل مع بعض. ال slope عندي هنا positive، يبقى معنى كده مرفوض. ال slope عندي هنا negative، انما ال y intercept ب negative 2، معنى كده ان البي كمان مرفوضة. السلوب عندي هنا نيجاتيف والواي انترسبت ايكوالز نيجاتيف 5، يبقى الانسر سي. طب نشوف الدي. السلوب عندي هنا نيجاتيف بس الواي انترسبت ايكوالز بوزيتيف 5، يبقى الانسر دي مرفوضة. Find the equation of a line which passing through the point 0 and negative 4, 5 and negative 4. في اي بوينت عندنا بنقول دي اكس واي، اكس اند واي، اكس 1 واي 1، اكس 2 واي 2. هلاحظ عندي ان y2 equals y1، y1 equals y2، معنى كده ان السلوب لازم يكون بزيرو. طب نفهمها ليه؟ لان انا قلت ان السلوب equals y2 minus y1 over x2 minus x1. if x1 equals x2، معنى كده ان الزيرو هيكون في الدينومينيتور، يبقى معنى كده ان السلوب ده لازم يكون undefined، لان انا بعمل divided by zero. if y2 equals y1، معنى كده ان النيومريتور هو اللي هيكون بزيرو، يبقى السلوب هنا equal 0. if y1 equals y2 then the line parallel to x axis and cut y axis at the point negative 4. تاني نقولها مع بعض. if y1 equals y2 then the line parallel to x axis and cut y axis at the point. at the point انا عندي هنا y1 equals y2، يبقى الرقم اللي موجود عندي هنا هو اللي بيتكتب. يبقى الاكويجن هتكون y equals الرقم اللي اتكرر عندي هنا، او ال y1 وال y2 هو ال negative 4، يبقى ال equation عندي هتكون y equals negative 4. على العكس لو انا عندي ال x1 equals x2، if x1 equals x2 معنى كده ان اللاين ده parallel ال y axis، يبقى and cut x axis at the point. بشوف عندي ال x1 او ال x2 بكام، ويبقى ال equation عندي x equals the value of x1 and y1. Find the equation of a line which passing through the negative 4 and negative 2. 4 and 0. أول حاجة محتاج أجيبها، محتاج أجيب السلوب. اتفقنا إن السلوب the change of y over the change of x، يعني معنى كده 0 minus negative 2 and 4 minus negative 4. 0 minus negative 2 اللي هي 0 plus 2 and 4 minus negative 4 اللي هي 4 plus 4 equals 2 over 8 which equals 1 over 4. اتفقنا عندي إن ال y intercept اللي هو b equals y minus mx. بختار اي بوينت منهم، وبختار دايما اللي فيها زيرو لانها بتكون اسهل. يبقى هنا عندي الاكس وادي الواي، معنى كده ان البي ايكوال 0 ماينس ذا سلوب ويتش 1 اوفر 4 تايمز 4. يبقى البي عندي 0 ماينس 1 ويتش ايكوالز نيجاتيف 1. يبقى هنا محتاج اطلع الايكويجن السلوب فيها ب 1 اوفر 4 اند واي انترسبت ايكوالز نيجاتيف 1. انا عندي هنا السلوب 1 اوفر 4 اند واي انترسبت ايكوالز نيجاتيف 1، يبقى الانسر ايه؟ negative 2 and negative 3, 4 and 5. محتاج اطلع السلوب. اتفقنا ان السلوب ده اللي هو 5 minus negative 3 اللي هو 5 plus 3 over 4 plus 2، هيبقى عندي 8 over 6 which equals 4 over 3. بعد كده محتاجين نطلع البي اللي هو y minus mx. then b equals نختار اي بوينت وليكن x and y، يبقى انا عندي هنا 5 minus 4 over 3 times 4. then b equals 5 minus 16 over 3
then b equals negative 1 over 3. يبقى انا محتاج اطلع الـ equation of a line with the slope 4 over 3 and y intercept negative 1 over 3. الاسلوب عندي هنا negative 1 over 3، معنى كده ان الـ a مرفوضة. الاسلوب عندي هنا 3 over 4 وانا طالب ان الاسلوب يكون 4 over 3، معنى كده ان الـ b برضو مرفوضة. الاسلوب عندي هنا 4 over 3 بس الـ y intercept positive 1 over 3، محتاج يكون الـ y intercept negative 1 over 3، معنى كده ان الـ c كمان مرفوضة. يبقى الانسر عندي هتكون دي، لان الاسلوب 4 over 3 and y intercept negative 1 over 3. زي ما موجود قدامنا 7 less than 4 82، then the ordered pair will be 7 and 82. 11 less than 4 122، so it will be 11 and 122. Then we need to find the equation. Then at the first we have to find the slope 122 minus 82 divided by 11 minus 7. Then m equals 10. To find the y-intercept, it will be y minus mx, then b equals, and عندي هنا ال x وهنا ال y, then 82 minus 10 times x اللي هي 7, then b equals 12. معنى كده محتاج اطلع ال equation اللي فيها ال slope equals 10 وال y-intercept equals 12. ال slope عندي هنا 12، معنى كده ان ال a مرفوضة. الاسلوب عندي هنا 12 برضو يبقى الايه مرفوضة. الاسلوب عندي هنا 10 بس مفيش y intercept، يبقى معنى كده ان دي مرفوضة، يبقى الانسر b. It's 76 degrees Fahrenheit at 6000 foot and 49 degrees Fahrenheit at 12000 foot. Write the linear equation to find the temperature where x is in 1000 of feet. معنى كده ان انا عشان اكتب linear equation محتاج اطلع الاسلوب، او محتاج في الاول اطلع البوينتس. طيب مين ال x ومين ال y؟ أنا عندي هنا في given بيقول لي write the equation to find t، معنى كده إن t هي التوتال. اتفقنا إن التوتال اللي هو ال y equals mx plus b، فال y هي التوتال، يبقى معنى كده إن الديجريز هي ال y. وبيقول لي ال x is in thousand of feet، يعني معنى كده إن ال height عندي هو ال x. بس ناخد بالنا من حاجة، إن بيقول لي ال x مكتوبة in thousand، يعني مش محتاج أكتب 6000، محتاج أكتب بس 6. يبقى الاوردر بين الاول بوينت هتبقى 6 and 76. The second point will be، هيبقى عندي 12000، يبقى انا هكتب 12، يعني انا بكتب هنا 12000، read it as 12000. So it will be 12 and 49. Then we need to find the slope، it will be 49 minus 76 over 12 minus 6. By simplifying it will be negative 9 over 2 which equals negative 4.5. معنى كده محتاج اطلع الايكويشن اللي فيها السلوب نيجاتيف 4.5. السلوب عندي هنا نيجاتيف 2 اوفر 9، معنى كده ان الاي مرفوض. السلوب عندي هنا 4.5، معنى كده ان السي مرفوض. يبقى الاجابه عندي بي او دي. عشان نعرف الاجابه محتاجين نطلع الواي انترسبت. اتفقنا ان الواي انترسبت اللي هو الواي ماينس ام اكس، معنى كده ان عندي هنا الاكس وادي الواي، يبقى الواي اللي هي 76 ماينس ام which equals نيجاتيف 4.5 times 6 equals 103. يبقى الانسر عندي هتكون دي.